لحتى تكوني سعيدة بحياتك ومنظفي بيتك. تنظيف وترتيب البيت بيعطينا سعادة وراحة مو طبيعية واستقرار ودفى للعيلة وأقل مشاكل وما في طاقة سلبية وكل شي حلو. فعلا النظافة من الإيمان. حطولي لايك وخلينا نبلش الفيديو بروتين تنظيف غير شكل. كيفكن يا صبايا؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكن. قلت لكم هذا روتين تنظيف. هون نبلش بتنظيف الجنينة. شلت كل الورق اليابسان وكمان شلت الخيار. إذا ملاحظين هيك في شغلات طويلة، هذا الخيار قلعته لأنه خلص يعني مات وما اشتغل. ما اشتغل عنا الخيار، بس البندورة اشتغلت، بس الخيار أبدا ولا خيارة. يعني ما بعرف شو السبب، يعني يمكن القرنة تبعيته مو ظابطة. فهلأ هيك يعني شلته، يمكن بقيان شي شتلتين ثلاثة، بس هدولي خلاص ماتوا شلتهم. ورح كنس الجنينة ونظفها منشان نبلش تنظيف جوا البيت. هلأ رح خلص برا وبعدين نظف جوا البيت كلياته من فوق لتحت. تعرفوا بيتي طابقين وعن جد بده شغل كتير وتعب كتير ورقد رقد رقد ما بيتلحق له بالفعل. حلو البيت الكبير، كتير حلو، أنا بحبه، بس متعب كتير، بده شغل وتعب. هلا خلصت تكنيس الارض، شوفوا كيف صارت تقريبا كل يوم، لانه بهر ورق يابسان، بهر ياي العنب. الحصرم رح يصير عنب، والله لازم اقطف حصرم قبل ما يصير عنب، نسيانته. شوفوا شقد فيه شغل، بس شقد حلو منظرهم على المرجوحه. انا كثير هيك احبه هيك اتركهم، بس ما بصير يعني لازم ننقلهم. هالمرة الزرعات يعني أحلى من كل مرة. لسه قال لي رح يجيب ورد مميز، وصى على ورد من الضيعة رح يجيبوا له إياه. هلأ كتير بدهم شغل، إذا بدي أقعد فضي وأنقل فيهم بدي ضل ساعة وضيع وقتي كتير. ما شاء الله ما شاء الله، هي ما أحلاها. شوفوا في وحدة تانية، شوفوا معتز طلع لبرا يلعب بالمسكليت، ما كفته هاي القرنة. بس ما حق برا هيك أكبر يعني، وأنا تركته يطلع، يعني قلت أحسن ما يضل على الأيباد. إيه كنت عم قلكم ما رح فضيهم هدول، لأنه هلأ رح ياخدوا مني ساعة ساعتين شغل. لا بدل هالوقت بعمل شي تاني. يعني حتى شوفوا هون جهزنا القصيصات، كل شي زرع يبسان ومات وقتها سحبنا من قلبهم الزرعات اليبسانة والميتة، مشان هلأ بننقل عليهم نفضي عليهم. رح اتركهم خلي ابو معتز هو يجي ينبلش فيهم. انا بعمل لي شي تاني، بساوي شي تاني، عندي كتير شغل. ما شاء الله شوفوا كيف فتحت هاي. هلا اول شي بلشت بالكوي، لانه بالعاده بترك الكوي اخر الشي بعد ما خلص شغل وتنظيف وكون تعبانه باجله لبكره لما يعني بيبقى اخر الشي. عشان هيك قلت لا بالاول بخلص الكوي، بكوي بخلص منه. شوفوا عندي تله كوي، لانه مدري كم بنطلون وكم بلوزه وقميص بس الحمد لله كويتهم كلهم وخلصتهم كلهم.
وبعدين رح بلش بتنظيف البيت، هيك بخلص من الكوي. يعني أصعب مهمة، دائما هيك اعملوا عن جد بتلاقوا القصة أسهل. يعني أصعب شي عنكم، أصعب مهمة وتقيلة عليكم، اعملوها أول شي مشان ترتاحوا، يعني بتخلصوا منها وخلص. وتاني أصعب مهمة عندي هي تنظيف الحمامات، وأهم شيء يعني عن جد أنا الحمامات يعني بحب دائما يكون نظيف، بالأخص الحمامات. يعني بحسها هي رفاهية، وقت قيمت ما حدا دخل على الحمام لقى نظيف وروايح حلوة والحمام عم يضوي ويلمع، يعني هذا الشيء أساسي أساسي عن جد. وأكثر شيء بيريحني بالبيت إذا كانوا الحمامات نظاف، حتى أكثر من المطبخ. مشان هيك بلشت فيونا. لا تقريبا انا كل اسبوع 10 ايام عندي هاي التنظيف، بليف الحيطان وهيك، وباقي الايام لا، انه بس الارض والبيداه والمغسله وهيك. وهلا هيك خلصت، وشوف كيف الحمام صار عم يلمع، وطبعا بنشفه كله. يعني بجيب قماشه قطن ناشفه وبنشف كل شيء، شايفين كله ناشف، كله بنشفه بالقماشه لانه بيمشح، يعني ان كان على الخزن على المرايا على المغسله كله بيتنشف، حتى الحيطان هيك. بس يعني تنشيفه سريعه. هلا هون جهزت سطل المسح مشان بلش امسح كمان. هون انا بالطابق اللي فوق بمسح دائما غرفتي وغرفة الاولاد والصالون اللي بين الغرف وكل شيء، يعني هي اخر مرحله بتكون بعد ما بكون ضبضبت ولميت وكنست وكل شيء. اخر مرحله بتكون هي المسح، ومن بعدها بسكر كل غرفه، كل ما اخلص غرفه بسكرها وخلص. يعني هيك عن جد هو صح صعب البيت الكبير، بس انه بصير مثلا نظام بالشغل، مثلا انه بخلص الطابق الفوق وقت بنزل من فوق بعرف انه فوق كله نظيف، الحمام مع الغرف مع الغسيل، لانه فوق الغسيل كمان بكون يا ناشرة وجبة يا حيطة وجبة يا طويت الغسيل، يعني كله خالص فوق. وبلش بالطابق اللي تحت. هلا هون رح انشر الغسيل بعد ما خلصت مسح، وبحط وجبة غسيل كمان دائما هيك. ما شاء الله الغسيل يعني ما بيتلحق، يمكن اغلبنا هيك انه عيلة وولاد، يعني منشيل وجبة منحط وجبة فورا بعدها. هلأ رح بلش بتنظيف الصالون، وكالعادة أنا وقت بنظف بحب غير، يعني هيك مو كل تنظيفة، يعني كل فترة وفترة بحب غير. فهلأ رح غير، رح حط هاي الشاشة هون تحت الشباك بما أنه هيك القعدة تصير قدامها، ورح حط الطاولة محلها، وممكن كبر الطاولة لأنه هي بتنفتح وبتتسكر، سويها أكبر. هلا بشوف كيف رح يصير. هلا أول شي جهزت سطل مي سخنة، حطيت معه دواء غسيل وكلور، وجبت مساحة كمان وبلشت أفرك الكنبايات. شفتوا بالفيديو الماضي وقت يعني شلحت الكنبايات وحطيت وجاههم بالغسيل ورجعت لبستهم هيك لهم سحابات، بس هي بس محل القعدة. والايدين والظهرية يعني بتعرفوا اجباري بدهم مسح، وقت ما مسحتهم ما كنت فاضية لهم، اليوم مسحتهم مشان هيك خلص يعني يصير كله نظيف، يعني الكنباية كلها تصير نظيفة مو بس محل القعدة. عملت لهم مسحة مرتبة، عن جد كتير ارتحت بعد ما خلصت مسحهم، يعني
يعني ما كنت حاطة ببالي أنا أمسح الكنبايات أو حتى أغسل وجهون، ما بعرف هيك أمس هيك خلص لقيت إنه صار بدهم وعملتهم، هلأ خلصت من همهم، لأنه هلأ هدول يعني ما إنه شي يومي ولا حتى أسبوعي، بالأخص ما كتير عم نقعد عليهم، مقضينا بالجنينة يعني، هدول هلأ خلص راحت لشي شهرين ثلاثة لحتى يرجعوا يتوسخوا، ممكن أكتر كمان. وبطريقي مسحت الكراسي، شفتوا الكراسي محل الاسفنج، بس كمان مسحتهم كلهم، وهلأ عم اكنس السداج مشان كمان بدي أعمل له مسحة، مو مسحة بالفرشاي، السداج بالفرشاي، بستعمل هاي الفرشاي كتير كتير بتنظف كتير يعني، أكتر ما أنه بالمساحة وأسهل. هلأ هيك خلصت، شوفوا مسحت ايدين وظهريات الكنبايات كلها، لسه ما نشفوا، لسه بتحسون اغمق لانه نديانين. وهي السداجة كمان مسحتها، عن جد فرقت كتير السداجة. وشوفوا كيف نقلت الطاولة لهون وهي لهون، بس لسه ما خلصت، لسه شايفين الكركبة. مسحت الكراسي كمان كلهم. هلأ رح امسح الخشب، حضرت مي، هي هي مي، حطيت لها خل وحطيت لها زيت عطري مشان امسح فيها كل شي خشب، بيعطي لمعة يعني وبينظف. بس بالاول عم فكر اكنس الارض كلها مشان اشيل المكنسة، خلص اخلص منها وبعدين ببلش امسح كل شي خشب ولم هالكركبة ورتب لحتى نشوف الشكل النهائي كيف رح يصير الصالون. هلأ اجى دور المطبخ. عملت المطبخ كله بس ما صورت يعني مشان ما يصير الفيديو كتير طويل، بس هون اخر مرحلة عم اشطف الارض يعني، ومنيح انه ارض المطبخ بلاط يعني، هلأ بالصيف كل يوم كل يوم بشطفها يمكن مرتين او ثلاثة، كتير شفها سهل. هلأ هو ما في محل للتصريف، بس انه انا ما بحط مي كتير، بشيلها بالمساحة هيك بالاخير وخلص، عن جد كتير اسهل وانظاف، وهيك بس بكاسة يعني، بستعمل المي بالكاسة. وهلأ هيك خلصت تنظيف البيت كله، حتى هذا الحمام الثاني ليفته، شوفوا كيف صار عم يلمع. هلأ هذا الحمام بالطابق اللي تحت، فيكن تعتبروه حمام لضيوف يعني، عن جد ما في أحلى من النظافة يعني، فيها راحة هيك، تحسوا براحة، تحسوا برفاهية، برواء هيك، وقت تتحركوا بالبيت من قرنة لقرنة، وين ما فتحتوا دخلتوا بتلاقوا نظيف، وين ما سحبتوا مثلا درج بتلاقوا جواته نظيف وشي مرتب، تسحبوا الغرض اللي بدكم اياه هيك. وقت بيكون كل شي مرتب بتصير الحياة مرفهة، عرفتوا؟ وهي المرحلة بنوصل لها ممكن شوي شوي يعني، الواحد هيك يضل ايده بالبيت
مع الوقت بصير البيت يعني مثل الأوتيل. كيف الأوتيلات بتلاقوها هيك كلها نظيفة ومرتبة وكل شيء بمكانه وكل شيء نظيف وحتى ألوان فاتحة. لسه أنا لو بقدر أفرش بيتي على كيفي يمكن كنت جبت الفرش كله فواتح، يعني أبيض هيك من هاي الألوان، لأنه بالفعل بحس يعني الفرش الفاتح مريح مثل الأوتيلات. بس بالنهاية قد ما كان البيت متواضع وبسيط دائما النظافة والترتيب بتغلب. يعني شقد شفنا صور ناس بالخيمة، بتلاقوا الخيمة بتشتهوا تقعدوا فيها على قد ما نظيفة ومرتبة. يعني هلأ أنا بيتي كتير بسيط، كتير كتير بسيط، يعني ما فيه لا هالفخامة ولا هالديكورات ولا كتير بسيط، بس كتير بحبه، يعني بحسه بيشبهني. كل حدا فينا سبحان الله بيته بيشبهه دائما، يعني حتى وقت بروح لعند حدا بلاقي كل حدا بيته بيشبهه سبحان الله. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو، وما بعرف اليوم جاي عبالي أحكي عن جد، كتير هيك استمتعت بمونتاج هالفيديو، كان جاي عبالي دردش معكم أكتر. بس رح يخلص الفيديو، انطروني بفيديوهات جديدة وروتينات جديدة، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا لأول مرة بتشوفوا قناتي، ولا تنسوا زر اللايك وتابعوني على انستغرام. استودعتكم بأمان الله، باي باي.